تفضلي سهام، كلي لك كم باتي فوراية. والله طيبين كتير كتير. بعدين هدول عاملتهم بدياتي، مو جايبتهم من السوق. تسلمي لي يا ندى، بدك تعذريني، يعني أنا لولا العيب والحياة ما بشرب شفة مانجا، مع إنه الأناناس والمانجا روح قلبي. طيب ليش؟ والله مالك سمينة. شوف الثانية، شو هالحكي؟ يعني أنا مالي سمينة؟ لك اللي بقصده إنه الصحة لا بقتلك كتير، يعني أنا ما فيني أتخيلك غير هيك. خلينا نكون واقعيين، ندى أنت رفيقتي وحبيبتي من أكثر من 20 سنة، ولأنك بتحبيني ما بدك تجرحي مشاعري. إلا سهام، هالحكي مو صحيح أبداً. أنا بحبك سهام، ولأني بحبك رح كون صريحة معك. أنت صحة لا بقتلك كتير، عطيتك قدر وأكابرية وهيبة ومهابة. هلأ أنا هيك ولا عم تاكلي بعقلي حلاوة؟ إيه ليش أنت ما بتشوفي وشك على المراية؟ إيه سبحان الذي خلق لك هالوش ما أحلى. إيه والله مثل القمر. لك تسلمي لقلبي يا ندى، شو بتعرفي تحكي؟ كل الناس عم يقولوا لي صايرة مدبدبة إلا أنت. هلأ أنت شو بدك بحكي الناس؟ الناس بيحكوا أشكال وألوان وما على لسانهم رباط، بعدين الكل بيغاروا من جمالك. إيه أصلاً موضة هالسنة هي السمن. ليش فكرك المطربات اللي عم ينجحوا بالمسابقات مشان صوتهم؟ لكن مشان شو؟ ولك مشان سمنهم. هلأ المهمة قليلي، جوزي رضيان فيكي وانتي بهالحالة ولا لا؟ رضيان المسكين، هل هو بيحبني معججة؟ بس بصراحة أنا محتارة، يا ترى عم يقلي هالحكي مشان يجبر بخاطري لأني أنا أم ولاده، ولا هذا هو رأيه الحقيقي؟ ما بعرف، ضيعني هالإنسان. هلأ وقت بتكوني أنت وجوزك بجمعة نسوان، شو اللي بيلفت نظره؟ ببصبص عن حافل محورق. ألاقي كلك فكر، أكيد الرجال عيونهم زايغة والبصبصة ببلاش. الله وكيلك، لما تجوزني كنت رفع الخيط وأصغر قياس بالسوق ما كان يجي على خصري ويطلع كبير ومبهبط، وما سمنته ربربت إلا عنده من همه وهم ولاده. إيه طبعاً، إيه والله القعدة بالبيت والاعتناء بالولاد بتخلي الوحدة تسمن، إيه معروفة الشغلة. لا ويا ريت سمني حقيقي، كنا قلنا فيها وما فيها المسألة. شلون يعني؟ يعني مثل ما قلتي يا ندى، قلة الحركة والتنبلة والقعدة بالبيت هي اللي بتخلي الوحدة تنفش وتروح بالعرض. ليش ما عم تلعب رياضة؟ بلا تمارين رياضة عملت، نوادي ومسابح رحت، بس يا حسر ما في فايدة، كل مالي عم انفش ودبدب. خيه تفرج شوف شلون صرت. طيب انتي شو عم تاكلي؟ شو عم تشربي؟ لأنه كمية الأكل ونوعيتها هي الأساس بشغلة السمن والنحف. بصراحة أنا عندي علة خبيثة وطبع ما في ألعن منه. يو شو هو؟ ها ها يا ستي، أنا والبراد صحبة كتير، وكل شهر بصلح لهم فصلاته من كتر ما بفتح الباب وبسكره. يو إيش وأنتي بنت صغيرة لحتى تلعبي فيه؟ لك ما عم بلعب فيه، بس اللي عم يصير معي إني لما بفرح باكل، ولما بزعل باكل، ولما بفكر باكل، ولما بشرد باكل، حتى لما بتخانق مع جوزي بتفشش بالشوكولاتة والأكل، لأنه روح قلبي أصابيع الميه تبع الأولاد الصغار والأكلات الطيبة والمعجنات. طيب اقفلي البراد وخلي المفتاح مع جوزك. يعني فكرك ما عملتها؟ بس وين ما خبى المفتاح برجع بنكشه وباخده. وما جربتي تمشي على برنامج غذائي معين؟ جربت لكان ما جربت. الله وكيلك ما خليت لا جريدة ولا مجلة ولا نشرة طبية إلا وقريتها، بس ما في نتيجة. بجوع حالي شهر وبنحفلي كم كيلو، وبعدين برجع اللي خسرته وفوقن 10 كيلو تانيات. بتعرفي بتصدقي بالله من كتر ما يقست عم فكر خيط تمي. لا أسيها، شو تخيط تمك؟ شو أنتي جنيتي؟ لكن شو بدي أعمل؟ هاتي لشوف ساعديني، عن جد من كتر التقل صار يجعني ظهري. إيه والله ما بعرف، أنتي سديتي بوشي كل البواب. يا ستي ما صفي عندي غير باب واحد. شو هو؟ بدي انفض حالي نفض وأعمل عملية تجميل وشفط. لا لا سهام، اوعك، هاي العمليات حساسة كتير، وكل رفقاتنا اللي عملوها عم يشتكوا منها. ليش شبها؟ يعني إذا الدكتور شاطر ومختص من برا، فليش حتى ما تنجح معه؟ ما بعرف، بس لازم تفكري كتير قبل ما تعتمدي على هالعملية. يا ستي فكرت وخلصت. ومين الدكتور اللي رح تعملي عنده العملية؟ اسمه الدكتور سميح شمشاي، أنا رح أعمل له زيارة ورح خبرك شو بصير معي. ماشي، تشربي قهوة؟ ايه والله بشرب، ليش لا؟ بس رح خبر امي قبل ما تستعوقني لانه ماما زايرة عنا بالبيت. ايه لك رح اساوي قهوة على بين ما تحكي انت مع امي. طيب الو. مرحب ماما، شلونك؟ شلون رضاك علي؟
الله يخليكي. منيحة. شو بدي قلك ماما؟ أنا لساتني عند ندى، لا ينشغل بالك علي. إيه ندى منيحة الحمد لله. إيه أخذت رأيها مشان عملية التجميل بس ما رضيت. ما بعرف شو قصدها. يمكن هي مو من مصلحتها إني أنا أنحف أو أرفع وصير أحلم منها. يعني مشان إذا مشينا مع بعضنا أو رحنا لشي استقبال مع رفقاتنا تضل هي أخذ الجو كله. ماما الله يوفقك، يعني بدك تعلميني على ندى؟ لا لساتني مطنحة وعن تفكيري مثل أول. بدي روح لعند دكتور سميح جمشاية وأعمل عملية التجميل. إيه لا ماما أنا ما بطول. إيه إيه ماما نص ساعة بكثير بكون عندك. يلا الله معك. وهي جبت لك سكرين بدال السكر لأنه بعرفك بتحبي القهوة حلوة كتير. يعيش هديات. ولا يهمك أنسي، أنت فكري بالموضوع وأنا جاهز. يعني دكتور بتقدر تساوي لي خدودي مثل خدود جوليا روبرت؟ إيه بقدر، ليش لحتى ما قادر؟ طب دكتور شو رح تعمل فيهم؟ بحشي لك ياهم كل جين وبتحكم لك فيهم مثل ما بدي. طيب أنا موافقة بس بدك تراعيني بالسعر شوي. ولا يهمك أنسي، ولا يهمك، على عيوني وراسي. شكرا دكتور. أهلا وسهلا، الله معك، مع السلامة. أنسي سوير دخلي زبونة تانية لو سمحتي. تفضلي مدام. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلي مدام، تفضلي. شكرا. شو بتحبي تشربي؟ قهوة حلوة لو سمحتي. تكرم عيني. بس ما بكون عطلتك دكتور. لا شو عطلتيني، انت جايب موعد رسمي، تفضلي. ايه دكتور من اوله، انا اسمي سهام العو، متجوزه وعندي اولاد، وبصراحه دكتور انا معقده كتير ومكتئبه، ببكي بالليل وبوزن بنهار وبتوتر كل ما شفت وحده نحيفه، يعني لولا شويه عقل براسي كنت هجمت عليها وخنقتها، بس انا ما بعملها، بحسدها من بعيد لبعيد. لهالدرجه مدام؟ طيب ليش؟ شو السبب؟ ما بعرف بس اكيد السبب نفسي. لأ وكل ما أشوف هالصبايا عم يلبسوا على الموضة وعم يطلعوا بالمخصر وبتضيق والمزموم بيلعب سمي منهم وبغار وبكز على أسناني. امبارح بالذات انكسر درسي من كتر ما ضغط على فكي. ليش شو شفتي؟ شفت ست عمرة من عمري. بس شو يا دكتور، رفع اليبرقة ولابسة هالجينز إن شاء الله ما يبلى عليها هالمحورقة، وكل النسوان والرجال عم يطلعوا فيها مبهورين بأناقتها وجسمها الفرنساوي، مع إنه هي من باب سريجة على ولاجتها وحكيها. ولا يهمك يا مدام سهام، هالأمور بتحصل كتير خاصة لما بتكون السيدة بأواسط العمر. اشربي قهوة وروقي دمك لأنه بالنهاية كل شيء له حل. اشكر دكتور. ايه ستي الكريمة، أنا تفهمت وضعك النفسي واستوعبته، بس شو المطلوب مني هلا؟ باختصار شديد دكتور، أنا جاي أفض حالي من راسي لرجلي، وشو بتطلب مني أنا جاهزة. وبعدين بصراحة أنا صار لي عم صمد لهالدعكة مصاري 6 سنين. ما وصلنا لسه لمرحلة المصاري، الأهم هو السؤال اللي بدي قلك إياه. أنتي شو ناوية تساوي بحالك؟ ناوية أشفط وأنفخ وأحشي وأحقن وصلح وعدل هيك لحتى يصير جسمي سمباتيك وأصغر بالعمر ويصير وزني شي 54 كيلو. فإذا كنت يا دكتور قدها قلي، مالك قدها لحتى تروح لعند غيرك. مدام القط ما بيهرب من عرس، وشغلتي الرئيسية هي تجميل النسائي بمختلف أنواعه. على كل حال أنت على ما يبدو لي متضايقة من صحتك، مو هيك؟ إيه نعم متضايقة. طيب تفضلي على الميزان لشوف. أعوذ بالله يا دكتور، شو عم تحكي أنت؟ الميزان بالذات ما بطلع عليه، عدوي لدود. ما بصير هيك يا مدام، لازم أعرف شو وزنك حتى أعرف اشتغل. تفضلي تفضلي. اطلعي لو سمحتي. سمينة كتير دكتور ما؟ لا سمينة ولا شي، يعني انت قدام الستات اللي عم يجوني. عم يجيك اسمن بدي دكتور؟ ايه نعم، عم تجيني اوزان هائلة واحجام مرعبة، وحضرتك بتطلعي قدامهم مثل الارنب قدام الدب. ايه الله يطمنك، طمنتني دكتور. تفضلي مدام. طيب انت عملتي ريجيم مدام؟ يا دكتور ما خليت رجيم ولا شيطان رجيم، بس للأسف جسمي معند،
بتصدق يا دكتور اني ضليت جمعه بلا اكل بس ما في فايده، ما نقصت ولا كيلو. لا لا ما بجوز هالشيء، بعدين بتوقعي بالمرض لا سمح الله. اصبح دبرني دكتور. شوفي مدام سهام، انت اذا بدك تشفطي دهن انا ما عندي مانع، بس من وين بدك تشفطي؟ بصراحه بدي اشفط من كل قرنب جسمي، من بطني وكتافي ووركي ورجلي وفخادي، لانه العفو منك دكتور رجلي عم يدقوا ببعضهم لما بمشي، واحيانا عم بتشركل وبيجي لاوقع. ماشي شفط عام. طيب وكم ليرة بدك تشفط مني؟ عفوا كم كيلو بتقدر تشفط مني؟ يعني حسب المسموح اصولا، وعلى ما يبدو لي جسمك بتحمل لانك صغيره بالعمر، يعني بقدر اشفط لك 30 كيلو او اكثر شوي. وهدول شو عم تشفطهم دكتور؟ بالبربيش. بالبربيش؟ عفوا مدام انا عم بستعمل تعابير دارجه حتى تفهمي علي، والشفط بيتم ببربيش كهربائي رفيع ارفع من بربيش التواليت بشوي، منحكش فيه تحت الجلد ومنحفور. طيب هاي دكتور بتوجع كتير؟ لا ابدا، رح تكوني تحت التخدير العام. طيب شو بتعملوا بالدهن المشفوط؟ هلا شو بدك بهالقصة انتي؟ شو رح نساوي فيهن يعني؟ شاورما؟ طيب دكتور ما بيلهلت بطني بعد الشفط؟ ايه طبعا يا مدام بده يلهلت، بس نحن منقص اللحم الزايد بعملية شد بطن، منقصه مثل توب القماش ومنكبه. طيب وبالنسبة لوشي شو رح تساوي فيه؟ شو بدي ساوي فيه يعني؟ وشك حلو ما شاء الله وكان عليكي. يعني برأيك دكتور ما بدي نفخ شفايف؟ أنا بنفخ لك ياهم بالكولاجين ما بتفرق معي، بس والله حرام تنفخيهم. طيب إذا نفختهم وانجرحت شفتي بعد النفخ، يعني أو انعضت بفعل فاعل دكتور، بتعرف أنا متجوزة شو بنزل يا ترى، دم ولا كولاجين؟ لا دم طبعا. والكولاجين هذا وين بيروح؟ أنا رح أحقنه تحت الأدم الباطني للجلد. تحت شو؟ هلا شو بيهمك من تعابيرنا الطبيه؟ انت انجرحي ولا يهمك، وبوعدك ينزل من شفايفك دم احمر. طيب وبركي انخلط الدم بالكولاجين؟ الكولاجين يا مدام ماده قاسيه ما بينخلط بشي، ورح ينزل منك دم نقي صافي. بس بصراحه يعني انا شايف شفايفك معقوله ومنظرها مقبول، بالعكس كانوا قديما يتباهوا بالشفايف يلي مثل رق الفنجان، بقى شو صاير ببنات هالايام ولا ماني فهمان؟ كلهم بدهم شفايفهم يعني مشفترة وهاجمة لقدام، مثل يلي لازق شفايفه بالبلور وعم يبوسه. لكان بلا ما انفخ شفايفي، وشهادتك فيها انا بعتز فيها. طيب دكتور شو نويت تعمل مشان جبيني وطرافة امي؟ رح احقنك ابرة تحت الجلد حتى تخفي لك تجاعيدك الصغيرة. ورقبتي شو بدك تساوي فيها؟ رح افقسك ابرة بوتوكس بعد شد الجلد بدهم 6 شهور. طيب دكتور بالنسبة لموضوع صدري شو بدك تساوي فيه؟ رح صغر لك يا قد ما بتريدي، بإمكاني ساوي لك يا قد الجوزة قد الرمانة، يعني حسب الطلب. إذا بدك بخفي لك يا نهائيا. لا يا دكتور شو تخفيهم؟ معقولة أنت؟ يعني عم نحكي حكي حتى ورجيكي مقدرة العلم الحديث والثورة الطموحة بعالم التجميل. عم تشوفي أنت برنامج السوان تبع النسوان؟ ايه عم شوفه، إن شاء الله بدك تعمل فيه مثلهم. بجوز، بس ما رح تحسي لأنك رح تكوني تحت التخدير العام غيره مدام. بس لا أتذكر يا رب شو بدي أحسن بحالي، شو بدي أحسن بحالي. طيب دكتور شو رأيك بأنفي؟ أنفك جميل يا مدام، ما بنسترجي نلعب فيه منوب. كتر خيرك دكتور على هالإطراء، هاي شهادة بعتز فيها. طيب وأداني؟ يعني فكري اسمها صارت وصارت، شو بدنا نعمل فيهم؟ كمان أدانك ما بنحسن نشمطهم لفوق، بس ممكن نعدل ميلانهم شوي لأنه بصراحة حلوين وحجمهم مثالي. هاي شهادة بعتز فيها، بس عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. شو السؤال؟ يعني دكتور بعد ما يصير جسمي سمباتيك وحلو على ايديك، ما بيصير في فرق كبير بين جسمي وراسي؟ يعني راسي كبير وجسمي صغير؟ لا لا ما بنقدر نلعب براسك منوب يا مدام، بعدين راسك بالأصل صغير يعني رح يتناسب مع جسمك بعد العمليات. شكرا دكتور، هاي شهادة بعتز فيها. طيب وعيوني؟ رح قص الانتفاخ والبشبجة اللي تحت العين ولا يهمك. طيب امتى بدنا نعمل هالعمليات كلها؟ امتى ما بتحبي، نحن منفوتك على المستشفى منعمل لك الفحوصات اللازمة وبعدين منتكل على الله ومنباشر العملية. طيب دكتور ممكن تعطيني فكرة عن الأتعاب؟ على عيني وراسي. هلأ خلاص اعتمدتي تعملي العملية؟ ايه والله، بس بدك الصراحة مرعوبة كتير وخايفة. ولك ولا يهمك انا معي، وإن شاء الله ما بيحصل إلا الخير. بس قليلي سهام، أنت مرتاحة للدكتور سميح شمشاي؟ لأنه أهم شيء أنه المريض يوثق بطبيبه.
يا ستي على هو ما سمعت عنه انه شاطر كتير وعامل اكتر من 1200 عملية بانجلترا، والاهم من هيك انه عمل عملية لبنت خالة الاميرة آن ومصغرة بالعمر 20 سنة لورا. يو ليش هي قديش عمرها؟ 20 سنة. أنسي يا ترى الدكتور مطول لحتى يجي؟ ما بقى إلا يجي. طيب اليوم رح يفك لها الضماد ولا لا؟ لأنه إلا 15 يوم طالعة من العملية. الحقيقة مدام سهام شفيت تماما، وهالشي تأكد لنا بعد التمارين والمشي اللي عملتهم، وجسمها طاب وصارت تتحرك بسهولة، وإن شاء الله وشها اليوم بيكون طاب. يعني اليوم رح يفك لها الضماد؟ إيه اليوم، بالظاهر قلبك عليها كتير مو هيك؟ إيه طبعا، لأنه سهام حبيبتي ورفيقة عمري. مرحبا، يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور. شو مدام سهام جاهزة؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك ست سهام. الله يبارك فيك يا دكتور. هلأ هي هي سهام أمها؟ لكان مين بده يكون يعني؟ يعني لا تكونوا مخربطين وشايبين غير سرير لهون. لا يا مدام شو مخربطين؟ هالشي بيحصل بحاضنات الرضع، أما هون ما في مجال للخربطة منوب. لك عطوني هالمراية خلصوني. مبروك مبروك ماما. لك يا لطيف ما أحلاكي. تقولي عظامي شو طالعة حلوة. يا الله هلأ هذا أنا؟ يا لطيف شو طلعت حلوة، ولك تطلع على قبري يا دكتور سميح ما أحلاك. عجبك تيبك والنيو لوك اللي أنت فيه مدام سهام؟ مو بس عجبني، بيسطل بيهوس بجنن، والله مالي انشدقة. هلأ هذا أنا؟ تشكل قاسي يا دكتور ما أحلاك. بإمكانك تقومي من سريرك. شلون شايفة حالي؟ ملكة غيمة بالهوى. لك تقبل عظامي يا دكتور وتطلع على قبري. ماما حكيك ما عم يتناسب مع عمرك. مزبوط ماما، حكيك كتير شعبي وشكلك مدير. هنيني يا ندى، نجحت عمليتي، صرت قطة بعد ما كنت بدوبة. مبروك مبروك سهام. والله يا أمي ولا كأنه سهام اللي بتعرفيها، ولكن قلبت فوقاني تحتاني. ايه لك رجعت لها شي 20 سنة لورا. يا أمي الدكتور شاطر كتير واسمه سميح شمشاية. بصراحة أمي أنا عم فكر بحالي كتير، يعني كل هالنسوان عم بيشتغلوا على حالهم، فليش ما أشتغل على حالي أنا كمان؟ يعني صحيح أنا ما عندي ديفويات آتولية، بس شو عليه إذا حسنت حالي؟ بس اللي عم يزعجني من سهام شغلة واحدة، من مدة كنت عم بحكي معها على التليفون وقلت لها بتتذكر رفيقتنا اللي كانت معنا بالصف؟ بتعرفي شو قالت لي؟ قالت لي آسفة ما بوعاها، يعني صدقت حالها أنه صارت صغيرة. على كل حال أمي أنا برجع بحكي معي، يمكن هي سهام لأنه قالت لي إنه جاي تشرب قهوة عندي. طيب أمي يلا الله معك، مع السلامة. مرحبا ندى. أهلين سهام. لك وين هالغيبة؟ والله اشتقنا لك. تشتاق لك العافية، بس صدقيني ما عم أضحك راسي. وليش بقى؟ شو اللي شاغلك عنا يا بعدي؟ ما حدا بيقدر بيشغلني عنك، بس الصبح عندي تدريب على الخيل بنادي الفروسية، والمساء
عم بعمل بروفات على حفلة ملكة جمال الأزياء. يعني صرتي عارضة أزياء؟ الله وكيلك هنن طلبوني بالصدفة، ها؟ لأنه مرة كنت عم زور رفيقتي هدى بالشغل تبعها، قام عجبك اسمي ودهت بعقلي حتى صير عارضة أزياء وصرت. وإن شاء الله في مردود مادي منيح من ورا هالشغلة. بصراحة أبرت الفقر بهالكم شهر. إيه؟ تتهني إن شاء الله. إيه والله فرحت لك من جوات قلبي. وين صفنا يا ندى؟ كأنك مو على بعضك، ما هيك؟ لا لا ما في شي، بس كنت عم فكر بشغلة. شو هي؟ عم فكر روح لعند الدكتور سميح شمشاي. أنا التانية هلأ. شو قلت دكتور سميح؟ شوفي مدام ندى، كل يلي قلتي أنا بقدر ساوي، بس إذا بدك الصراحة أنا مالي شايف ضرورة لكل يلي طلبتي مني. بس يا دكتور يعني أنت حضرتك شو بهمك من الموضوع إذا كانت الزبونة رضي؟ يعني لا يا مدام لا تغلطي، أنا ما بشتغل بس مشان المصاري، أنا كتير منطقي وياما رفضت إجراء عمليات واعتذرت عنها لعدم قناعتي بوجوبها أصلاً. بس أنا مضطرة يا دكتور، مضطرة، بعدين أنا عندي أسبابي الخاصة. أرجوك دكتور، أرجوك لا ترفض طلبي. والله ما بعرف شو بدي إليك. هلأ اتكل على الله وحدد لي موعد العملية، وبدي إياها تنجح أكثر من عمليتها. قلتي لي إزالة انتفاخات جفن وحقن بوتوكس ونفخ كولاجين وشفط. دكتور هلأ ليش أنت عم تعذب حالك وتقرأ هون؟ خلاص ساوي لي كل شي ساويته لسيهام وأكتر كمان. ما اختلفنا، بس في شي بيلبق لسيهام وما بيلبق لي. لا سيدي بيلبق لي، ليش لحتى ما يلبق لي؟ طول لي يجي الدكتور؟ ما بقى إلا يجي، بيكون عم يصف سيارته تحت. واليوم رح يرفع للضماد ولا؟ طمني بشكل كامل. صباح الخير. صباح خيرات دكتور. شلون أحوال مريضتنا اليوم؟ الحمد لله كتير مليح. أصبح خلينا نرفع على الضماد. يا الله شو جاي عبالي شوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك نجحت العملية مدام. عطوني مراية لشوف حالي.